بينقذ وقولنا متى يشت العمليه ليش عوات العالميه الا تذكر احكامك السمائيه كرافتي كيني كايك استوسيون اصونيون امين. اذ ليس لنا دالة ولا حق المعذره من اجل كثره خطايانا فنحن بك نتوسل للذي ولدك ورتل العذراء ان كثيره شفاعتك مقبوله عند مخلصنا. ايتها الام الطاهره لا ترفض الخطا من شفاعتك عند الذي ولدك الرحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لك أن ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أن يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر خطايانا أجل اسمك القدوس كينيك أيك سوسيون أصونيون آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسط يديك طاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. شبتريك أيك أجب نبماتي. نسجد لشخصك غير فاسد أيها المسيح أيها الصالح طالب بنا مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. كينيك أيك تطيعون الطنيون آمين. أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة الإله العذراء نسبحك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي. نعم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة مين كريا ليسون 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 قدوس 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 رب السماوات والسماء والارض وتام مجد كرامتك ارحمنا يا الله الاب الضابط كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الرب الى اخواتكم معنا انا ونسر انه معين في شدائدنا ودقتنا سواك حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعها بنا بغير ارادتنا فنعمل بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من الجنه القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا. وعلنا مسافرين كل بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. السماوات تتقدس اسمك تاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء قد خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا وادخلني في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين. شو سنة انت اصبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدم المسيح ملكنا ولهنا ونرجونا يغفر لنا خطايانا من 30 مزامير معلمنا داود النبي بركاته على جمالنا امين سبحوا الرب. الرب خل ملك اضاءت بروك المسكونة زوج صاص في مفصل مشرف معلمنا ماري لول انجيل بشيره وتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. اما رجع الرسل فحدثوا بما فعلوه عندما دخل تقدم اليه تلاميذه ففرح فرحا عن فرط موضوع سمى بيت صيدا فلما علم تجمع علموه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاء وكان النهار بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقالوا اصف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا كما ياكلون فانا هنا في موضع قاف فقال لهم اعطونا انتم لياكلوا فقالوا ليس عندنا الا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نمضي نحن ونشتري اطعمه لهذا الشعب جميعا وكانت الاف رجل فقال تلاميذه ليتجه كل موضع خمسين خمسين وفعلوا هذا واكتاهم اجمعين فاخذ هذا الخمس خبزات وسمكتين ونظر السماء وباركها وقسمها واعطى التلاميذ يضعوا أمام الجموع فأكلوا كل جميعهم وشعبهم
ثم رفعوا ما فضل عنهم وأصعد 10 قصرا مملوءة. المجد لله الأبد آمين. نزل لك المسيح وبيك الصالح والروح القدس لنا كتيت وخلص لنا آمين. يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن خطاة أمد حواسنا الجسمانية والمسيح لنا ونجنا في اليد نتوسل قدامك يا ربك وقولك لأني تدخل الباطل لحضرتك كلمتك أحيني ثابت ريك أيوك أجبنا بموتي. من أسلم الروح يدي إلى أب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وديت لسا المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزني أنا الطالب القدس نفسي وأضئ فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية لكي ما إذا ذقت من أحسنات تقدم لك تسبحها بغير فتور مشتاقا أفضل من كل شيء والمسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح قتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض. يا الله أن الذين قبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر أيها الصالح اقبل من وليك شفاعة من أجلنا. نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا الى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزعنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل القديسه. انك ايك سوسيون اصونيون نار. ترى اللص رئيس الحياه على الصليب معلقا قال لولا ان المصلوب معنا اله متجسد ما كانت الشمس اخفت شعاع والارض ما جت مرتعده. لكن ايها القادر على كل شيء المحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك. سابتريك ايوك يا جيوب لموتي. يا من قبل لا يعترف اللص على الصليب اقبلنا اليك يا الصالح. نحن مستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بالهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرني يا رب متى جينا في ملكوتك. عندما نظرت الوالده الحمل والرعى مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكي اما العالم فيفرح لقبول الخلاص وما شافت تلتبع نظري الى صلبوتك الذي انت صبر عليه من اجل كل ابن والهي. اسالك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا امين. كريا ليسون 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 قدوس 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 الصلاة الأرض المتام مجد كرامتك ارحمنا يا الله الآب الضب كل أيها السلوس القدوس ارحمنا يا رب لا تقوعكم معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حلو واغفر واصلح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعنا بلا صنع بغير إرادتنا ادفعنا بما ادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من اجل القدوس لك رحمتك يا رب وليس خطايانا واجعلنا مستحقين نقول يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليت ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماوات تطعت خبزنا الذي لغدنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لكم في التجربه لكن نجينا من الشيء مثل لك المخنا الى الابد امين. شي سنينان بشي سنينان صلاه الغروب النوم نقدمها المسيح ملكنا والهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير ثلاثين معلمنا داود النبى الملك بركاته علينا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. هللويا.
أوسي 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 منفض بشارت معلمنا ماري لوخ البشير وتلميذ طائر بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، فكانت حماد سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحماة فتركتها، وفي الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، وأما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من الكثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما ابدا امين. لكم القول الله بالسلام. نزول لك المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا. اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاين نظهر ان الخاطئ سقل النار وحر لما احتمل ضعف بشريتي، لكن انت يا الله الرحوم احسبني مع اصحاب السائل 11 للنازل بالاسام حب الابي بالخطايا لدتني امي فما اكثر ان انظر على السماء، لكن يتكلم لغنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قلا اللهم اغفر لنا الخاطئ وارحمنا. سارتريك ايوك اقبل بموتي اسرائيلي يا مخلص بفتح الاحضان الابي لافني تمري في اللجهوات، وقد مضى مني النار وفات الان اتكل على غنى رافتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك. إني إليك يا رب أصرخ بتخشع أخطأتي أبتها في السماء وقدامك، ولست مسحقا أن أضع لك ابن برجالني كأحد أجرائي. كاني كأيك صوتيون صونيون آمين. لكل اسم البحر سنة شاط فعلت، ولكل خطية بشوق اجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب بحكم استوجبت، فهي لي أسباب توبة السيدة عذراء، فلي كتد ربك استشفاياك يا دون سادين لألا أغزى. وعند مفارقة نفسي من جستعدر عندي المعمرة الأده اهزمي الأبواب الجحيم اغلقي لألا يبتلعوا نفسي يا عروس بالعيب للختن الحقيقي. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يمت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يمت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يمت الذي قام من بين الاموات وصعد الى السماء ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس اهل كل هذا الدور امين. ايها الثم ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا رب اغفر اسامنا، يا رب اغفر نزلاتنا، افتقر المرضى شعبك اشفنا جسم قدوس ابائنا واخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن انفسهم. يا من هو بلغت يرحمنا الذي بالخطيئه ربع عنه واقبط البطن لك لك المجد والعز والتقديم ثلاثة. يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس من قوت تكون مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي غدا فلا كل شكل لك نجني مشيئة وصحة السلام ولكن اسالك عبد العظيم صيد صلوات محمد السلام نتوى لكم مثل انظر شفيع الامين الجنس البشري يشفع فينا من المسيح لسنه الاضراء الملكه الحقيقيه الحق النساء من فخر الجنسان العمان. وان نسالك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. زوك صاسيو سيو سي منفض بشارت معلمنا ماري لوك البشير والتلميذ التاير طاير بركات على جميع امين. واذا انسان كان بورشليم اسمه سمعان، وهذا الانسان كان برا تقيا متوقعا تعزيه اسرائيل، والروح القدس كان عليه، وقد اعلم بوحي من الروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يعين المسيح الرب، فاقبل بالروح الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع ابواه ليصنعه عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عينك قد ابصرت خلاصك الذي اعتدته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للامم ومجد للشعب اسرائيل المجد دائما. والمجد لله دائما ابدا امين. نزولك المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا. هذا العتيد نقف امام ديانا العهد المرعوب وارتعد من قصر الذنوب، لان الامر المقدس في الملا يستوجب دينونا، لكن توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه، لان التراب في القبر يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، بل ان هذه من رقاد كسل الذراعي المخلص بتوب اللهم ارحمني وخلصني. تبتريك ايوك اقبل بموتي لو كان العمر ثابتا وهذا العالم ابدا، لكن لك يا نفسي حجه واضحه، لكن اذا انكشفت افعاليه وشرور قبيحه امام الديان العادل فهي جواب تجيب وانت على سرير خطايا مطرحه وفي اخضاع الجسد متهاونه،
أيها المسيح إلهنا لكرس حكمك المرهوب أبزع المجل الزين وانتك أخشع والنور شع له تكأجزع أنا الشقي المتهاون في حياتي الراقد على فراشي لكن يتخذ صورة العشار قارعا صدري صرخا لهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني كينك عيك استشعون الصنعون آمين أنت يا تنظرات يا رزب لزلك سري المعونة على عبدك وبدا مواجه الأفكار رضياني ونهدي نفس المريدة للصلاة والسهر إنها قد استغرقت في سبات عميق فإنك يا أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوء الحياة ملك إلهي يسوع المسيح رجائي تفضل يا رب تحفظنا في هذه اليوم غير خطيئة مباركة أنت رب إله بارم ذلك بالوزاد فلتكن رحمتك علينا كما شتكنا عليك أنا قلت ترجاك أنت الذي تطيم سمعنا المخلصنا يا رجال الأخطار كل أنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين مبارك أنت رب علمنا عليك مبارك أنت رب فهمني مبارك أنت رب أنا اللي برك يا رب رحمتك ديك لا ترفض أنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل طلبت رب خذ ارحمني وخلصني فيني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلص عني من أصنع ما شئت لك أنت هو إلهي عندك والحياة بنورك يا رب عين النور فلتأت رحمتك الذين على الفرق بريك المستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس كان مزبد وآن وإلى أبد الأبد أمين جيد هو الاعتراف للرب الترتيل لاسمك على خبر بحق في كل ليلة نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك عز قديس وليلة الإله نالك ولا تلأنا مخلص العالم أنت خلص وسن مجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر شكل شهادات ليل الصديقين سباتك ناس غفران خطايا نبشر بثلوث قدوس له الواحد نزول له مغلوب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب الضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن بشر لخلاصنا نزل من السماء وتجسد من رقص مريم العذراء وتألم عنا العهد براس البنطي تألم وقبر وقام بلما في المستزكى من قد صادر وسجد سمين ابيه وايضا ياتي في مجده ليدين الحياة والموت الذي ليس له ملك قضاء نعم لهم من بروح قدس الرب المحيي المنبثق من الاب نزل لهم مجده مع الاب والاب النار في انبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه عرفنا نعترف معمودية واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين نعم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءة من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب الضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب لا قواتكم معنا أنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة
والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب ليسك خطايانا. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي للغد نعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا إن لك القوة والمجد الأبد آمين. آبي إكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي لهذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. هللويا خون شابي ما إن إرشو أوشين تفنو نهرين بهو امب نوتي في طفتي امب اونو فنتي طامت الوم تينا اونينا ايفولف نوتي بنوتي خنوكي صارام أري إف مبي إب شوي سندافي نمت مترم راب شتير سلي إي لو و و و و و نم ببنب مسؤوب نوتي نوتي في زمرة وتنجيب نوتي بيوت ببندوك راتور آمين في زمرة وتنجيب منو جنيس انشيري سوز بخريستوس بين شويس آمين في زمرة وتنجيب ابن بمسؤوب امبارك ليتو آمين إزبتي راجيوس يسيوس راجيوس ابن ماجيون آمين إفلوجيتوس كريوس أسيوس استوس إتوناس آمين نيس نوس تيرو إزمو إبشويس مارو إزمو إروفن جنيلاوس تيرو جيابيف نايتا غلو إهري إيغون ووهتي مسمي انت إبشوي شوب شايني آمين هللويا شابتريك أيوكي أجيب نغماتي كننك كيسوس اون توني اون امين هللويا شليل ايه ببرو
يوسف كيستاسيتي إيرني باس كي تبني وماتي رنش به منتظر فنبری فر بس نانی و نایتی بنوتی بیوتی بن شویس او بن نوتی او بن سوتی ریسوس بی خریستوس جی اب ارس کی بازی نیگو نبر وی سنیرن اب اره ایرن اف شبتی نیر اف افتی ایسو ایرن اف تی تو تین افتن شایری یتای اونو سای این سوبون ماری تی رو بسن تی بره ایرن خیم بایو سوبن و تی رن تی من اون خین هیرینی نی بین جی بی من دکرا تو ریب شایی سی بین نو تی رون سوین سانس تی کریاله ابني وبشي سيبي من دكراتور افيوتن بن شويسو بن نوتي او بن سوتي ريسوس بي خريسوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لأنك أسترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سير شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو صوتي سامين كيتو ابني وما آتي إيسو نفس انتي خنيتو إيسو واب عيب شوي سيمي اني بيلي انت سيون إهو تيني ما إن شوبي تيرون تياكوب أفصال إثبتنا نبيوي إفطايون تيباكي أنت إفنوتي الليلويا سيون تي مغنون جي أورومي نم أورومي أفشو بي إن خيد أو إن سبت تشوسي أفهي سنتي أمك شايني اللي لو يا إكلينومين تغنات ناينان فنوتي فيود بي باندو كراتور إنستومين إكلينومين تغنات ناينان فنوتي بن سوتير كي إنستومين إكلينومين تغنات ناينان فنوتي وناينان كيريالي
يا رب خدام هذا اليوم الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي فليكون محللين من فم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفواه الاثنى عشر رسول فم ناظر إله الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ويروس معلمنا ديسكورس والقديس أثناس الرسول القديس بطرس خاتم شهداء سكان والقديس عن زبي الفم والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غروريوس أفواه 318 مقتنين بنخيا 150 بالقسطنطينية 200 بأفسس فم أبينا المكرم الباب المعظم الباب الأنبات ودريني من فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دار الدور آمين. Ma in ebora
تني بريل ذي انت بابرود رموسم وابتستيسيو انس بيرب تي امسي بتشوي سمود نان بكو ايفول انتن النوفي هيتني افشي انتن عشوي سيد يوتي ان ابوس طولوس نمب سيبي انتني ماثيتي سي شوي ساري امو نان بيكو ايفول انتن النوفي هيتني افشي انت بثئو ريموس نيف انجيل لستيس ماركوس بأبوستولو سي بتشوي ساريموت نان بكو ايفول انتن النوفي هيتني ابشي انت بعرشي زي كوني تسمارو تستيفا نص بشرب مارتيرو سيبتشو ايسر مطنان بقبول انتن النوبي هيتني ابشي انتني اصلو فوروس مار تيروس بشوي سيبو اوروكي اورجيوس سيودوروس بسترة تلاتي في لوباتر بركوريوس ابا مينا انتني فاياتي بتشوي صريموت نانم بكم ايفول امتن النوفي هيتني افشي انتني شليت انت بخريستوس تأجيب يا امي باربارا نم يولياني نم دمياني نم ماريني بتشوي صاري مطمان بكو ايفول انتن النوبي هيتني ابشي انتن نيوتي اسعوا بمبطرين يا رشيس أبا أسانات يوسبي أبوك طوليكوس لم أبا كيريلوس بستلوس انت بيناتي نبديوس كوروس بخبس انت أرسوس أكسية لم بنيوت أبا كيريلوس بي ما سوئي بتشوي صاري مطمان بكو ايبول انتن النوبي هيتي ابشي انت ناشوي سينيوتي امينو ري افا انطون يوس نم افا بافلين امبا خوم يوس نم بشوم تسوب مكريوس افا شنود بعرش منيت ريتي سي
بيت شوي صاري موت نانم بيكو ايبول انتن النوبي هيتني ايبشي انتني اس او بنت باي ايه لنتن النوبي تنو ابشي اريبون خم بنيوتم طايوتن ارشي ارف سباب فتاوى درو سي بتشو البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته على جميعنا أمين. فلذلك نحن إذ قد تسلمنا ملكوتا لا يتزعزع فلنتمسك بالنعمة التي بها نخدم الله عبادة مرضية بخوف ورعدة لأن إلهنا هو نار آكلة لتثبت المودة الأخوية ولا تنسوا ضيافة الغرباء لأن بها أناسا أضافوا ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا الأسرى كأنكم مأسورين معهم والمذلين بما أنكم أنتم في الجسد مثلهم. وليكن الزواج مكرما في كل شيء والمضجع غير نجس، فأما الزناة والفجار فسيدنهم الله. لتكن سيرتكم منزهة عن حب المال، اكتفوا بما عندكم، فأنه قال لا أتركك ولا أهملك ولا أتخلى عنك. حتى إننا واثقين الرب عوني فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. اذكروا مدبريكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم واقتضوا بإيمانهم. إن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. لا تنقادوا بتعليم متنوعة غريبة، لأنه حسن أن تثبتوا قلوبكم بالنعمة لا بالأطعمة التي لا ينتفع بها الذين يتعاطونها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون القبة الأولى أن يأكلوا منه، لأن دم الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطيئة إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة لا تحرق أجسامها خارج المحلة. فلذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدمه الخاص تألم خارج المحلة. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأنه ليس لنا ها هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. فلنرفع ذبيحة التسبيح لله كل حين وهي ثمرة الشفاء المعترفة لإسمه. لا تنسوا فعل الخير والمشاركة، لأنه بذبائح مثل هذه يرتضى الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي آمين. الكاثوليكون من رسالة معلمنا بطرس الأولى بركاته علينا آمين. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. وكونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بغير تذمر، كل واحد وواحد فبحسب النعمة التي أخذها تخدمون بها من تلقاء أنفسكم.
كوكلاء صالحين لنعمة الله المتنوعة، ومن يتكلم فعلى حسب أقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة أعدها له الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى أبد الآبدين آمين. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة الصائرة بينكم لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، ولكن افرحوا بمقدار ما تشاركون المسيح لكي تفرحوا في استعلان مجده مبتهجين. إذا عيرتم من أجل اسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيح فلا يخجل بل يمجد الله بهذا الاسم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يزول وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يبقى إلى الأبد آمين. شارف نوتي او 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 شليل نم بيل طايم تبي اي 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 نبو ما اس اوب جاك ايك صوتي امو نايما آمين. الإبراقسيس فصل من اعمال ابائنا الرسل الاطهار المشمولين بمعنى الروح القدس بركات مقدسه فلتكن معنا امين. حينئذ راى الرسل والقصوص من كل الكنيسه أن يختاروا رجلين منهم رسلهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، وهما يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلان متقدمان في الإخوة. وكتب بأيديهم هكذا: الرسل والقصوص والإخوة يهدون سلاما للإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وكليكيا وسوريا. افرحوا إذ قد سمعنا أن قوما منا خرجوا وسجزوكم بكلام ميلين أنفسكم وقائلين أن تختنوا وتحفظوا الناموس، ونحن لم نأمرهم بذلك، فقد رأينا واجتمعنا معا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا بولس.
رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرنكم بهذه الأمور شفاهة، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أننا نصنع عليكم ثقلا أزيد. غير هذه الأشياء التي لابد منها، وهي أن تمتنعوا عن ذبح الأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، فإذا حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين. أما هم فحين صرفوا أتوا إلى أنطاكيا وجمعوا الجماعة فنوالوهم الرسالة، فلما قرأوها فرحوا بسبب التعزية، لم تزل كلمة الرب تنمو وتقصر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الله والابن والصلي الله الواحد امين. اليوم 20 من شهر امشير المبارك، احسن الله انقضاء وعهد علينا وعليكم نحن في دون واطمئنان، مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا ابائي واخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 95 للشهداء سنه 379 ميلاديه، تنيح البابا القديس بطرس الثاني البطريرك الحادي والعشرين بطريقه الكرازه المرقسيه. ولد هذا القديس في مدينة اسكندرية وتتلمذ على يد البابا الأنبا أثناسيوس الرسولي، فتمثل بالقداسة وتهذب بعلمه، ولما رأى معلمه نموه في الفضيلة رسمه قسا، وبعد ذلك رسمه أسقفا وأرسله إلى سوريا للاشتراك مع القديس باسيليوس الكبير في مقاومة بعض البدع التي انتشرت هناك. ولما شعر البابا أثناسيوس بقرب نياحته أوصى أن يخلفه تلميذه الأنبا بطرس. ولما تنيح البابا أثناسيوس الرسولي أقامه الأنبا بطرس بطريركا سنة 373 ميلادية، نظرا لما اتصف به من الفضيلة والعلم، وجاهد ضد الأرسريين الأريوسيين كما تعلم من معلمه القديس أثناسيوس، وقد قاس شدائد كثيرة من الأريوسيين الذين حاولوا قتله مرارا كثيرة. اختفى لمدة سنتين، فأقام الأريوسيون بطريركا غير شرعي، غير أن الشعب لم يقبله، وأعادوا أباهم البابا بطرس إلى كرسيه وعاود مقاومة الأريوسيين. ولما أكمل سعيه الصالح أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم، فتنيح بسلام ومضى إلى كنيسة الأبكار. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس باسيليوس وثاودوروس وتيموثاوس بمدينة اسكندرية، وذلك عندما أثار الإمبراطور سيمتوساوريوس الاضطهاد على المسيحيين، واستشهد كثيرون على يديه في بلاد مصر وسجن كثيرون، فتحولت السجون إلى كنائس تسمع فيها أصوات التسبيح والصلوات. فتقلاء الثلاثة القديسون وأعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. أجيوس أوسيوس أجيوس الشيروس أجيوس السناتون أو إكبر سينو جنتي إلي ثوني مس أجيوس أوسيوس أجيوس الشيروس أجيوس أسانا توسوس تبرو ديز ديمس إلي صوني مس أجيوس أوسيوس أجيوس الشيروس أجيوس الثاناتون أو أناستاس إكتون نكرون كأن إلسون يستوس أورانوس إلي صوني مال أكسبت ريكيو كي أجيو بنيوماتي كنين كاين كستوسي اونا ستوني اونون آمين جاتريات إلي صوني مال الفلوجي صور إي بي بروسف كيستوسي إيرن باسي كتب نوماتي
أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل المكرمين قائلا أن أنبياء وأبرارا كثيرين استوى ليروا ما أنتم ترون ولم يرون يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا ويوصونا نذكر سؤالاتنا تضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا ورجاءنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفانا كلنا وقيامتنا كلنا Σιτί μη τα βοβοσεώ, ακούσω μην το Άγιο Ευαγγέλιο. Την ζεστή χλευράνε ψεστην τένιγον κύριε φλουγεστών εκ του κάτα, λούκαν Άγιο Ευαγγέλιο το αναγνώσμα. Λούξα σε κέρε, γε, لسماع الإنجيل المقدس فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارين البشير بركاته على جميع سوز بخريستوس بشيري مبنوت تدون خبيعونا وشايني بأفعى بنوتي بي لقصة شيك ريا من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميع أيّنا الرب يجلس ملكا إلى الأبد الرب يعطي شعبه قوة الرب يبارك شعبه بالسلام كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد
آخر هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ أما يسقط كلاهما في حفرة؟ ليس تلميذ أفضل من معلمه، فليكن كل واحدا مستعدا كمعلمه. لماذا تلقظ في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينيك فلا تفطنونها؟ أم كيف تستطيع أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القضاء من عينيك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينيك؟ أيها المرائي، اخرج أولا الخشبة من عينيك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القضاء من عيني أخيك، لأنه ليست شجرة جيدة تثمر ثمرة رديئة، ولا أيضا شجرة رديئة تثمر ثمرة جيدة، لأن كل شجرة تعرف ثمرها، فإنه لا يبنى من الشوكة تينا ولا يقطف من العنيق عنبا. الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم. لماذا تدعوني يا رب يا رب ولا تفعلون بما أقوله؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أعلمكم من يشبه. يشبه رجلا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النار ذلك البيت فلم يقوى على أن يزعزعه، لأنه كان مؤسسا على صخر. أما من يسمع ولا يعمل، يشبه رجلا بنى بيتا على التراب بغير أساس، فصدمه النار فسقط لوقته، وكان سقوط ذلك البيت عظيما. والمجد لله دائم. ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل النور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياتك
الدار الآتي يا ابي حلني اخطيت يا ابي اخواتي سامحني لفلوجسو اي بي بروسف كينستانسيتي ايرنفوس كتب نيوماتيسو يا رئيس الحياة وملك الدهور اللهم يا من تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض الذي الكل مذلول وخاضع بعن كل عبودية تحت خضوع قضيب ملكه الذي تمجده العساكر الملائكية والطابات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهيته وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدوما لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهراك اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحماتك واجعلنا لن للسلام السماء اللائق بلاهوتك والمملوء خالصا لنعطي بعضنا لبعض بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم لا بحاسة مرزولة رافضة لمخافتك ولا بفكر غاش مملوء من شر الدافع غير متفقة نياتنا في الخبث بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا لأنك أنت العارف كخالق قبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك فاجعلنا إذا أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية صفحا لزلاتنا وغفرانا لجهلات شعبك لأنك أنت إله رؤوف متحنن قبلوا بعضكم بعضا بقبلة طاهرة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم لا
يا رب النزيه ويسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحم تقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعدة وإلى الصارخ انظروا منصين بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمتك سلام ذبيحة عادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق عادل أيها الكائن السيد رب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوة وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشاربين والممتلئون عينا والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت قائلين الشاربين يسجدون لك والسيرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس
قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. قدوس بالحقيقة الرب إلهنا الذي جبلكنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم عندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا انقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا آمين جسد وتنسى وعلمنا طرق الخلاص أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين بمبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا آمين وقام من الأموات في اليوم الثالث صعد للسماوات وجلس عن يمينك الآب ورسم يوم المجازى هذا الذي يظهر في ليدينا المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله كرحمتك يا رب ولا ساك خطايا انا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى انه في موارث من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم آمين أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس التوبويتين المحييتان نؤمن أن هذا هو بالحقيقة
آمين. نظر إلى فوق نحو السماء لك يا الله باب وسيد كل أحد وشكرا. آمين. وبركه. آمين. وقدسه. نؤمن ونعترف ونمجد. وقسمه وأعطاه لتلاميذ القديسين ورسل طارق قائلاً: خذوا كل منه كلكم، لأن هذا هو جسد الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. هكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكرا. آمين. آمين. وقدسها. آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. وذاق وعطى للتلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة آمين. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بما تعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. نحن أيضا نصنع ذكر آلام المقدسة وقيامته من الأموات وصول إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف
مملوء ماجدا نقرب لك قربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك. رزق من آمين وهذا الخبز أجل جسد مقدس له سعيدا لمن كريم العهد الجديد الذي له وأيضا نؤمن. ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اجعلنا مصعبين كلنا يا سيدنا نتناول قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب ارحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم لازم مسيحك فاصها بسلام وكل أصحاب فرزق سين الذين فيها. وأولا اذكر يا رب أبانا طباو المكرم رئيس الأصف بطير أركان الباول أنبا تودرس الثاني. يا رب ارحم والذين يفصلون ما هو كلمة الحق باستقامة نعم بهم على بيعتك المقدسة ونقاطعك بالسلام. اذكر يا رب القمم سوى الكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الأب ضابط القدس. يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل الموضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم ساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب بيت السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. مقدارك فرح وجه الارض ليروح ارسال تكسر اسمارها وعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك اكليل السنة بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل جسد من قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموا يا رب
الأرحام. يا رب وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء بين الأطهار والسلابة والأنبياء والرسل المبشرين والإنجليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصدقين الذين كملوا في الإيمان. وبالأكثر القديس المملوء كل حين والد الله القديس الطاهر مريم والد الله الكلمة بالحقيقة القديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس ستيفانوس رئيس الشمس والشهداء وناظر الى انجلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البصير والقديس سويرس وعلمنا اديوس كورس والقديس اثناس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنه والقديس يوحنا ذوي الفم والقديس ادوسيوس والقديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريوريس ناطق مليات والقديس غريوريس صانع العجائب والقديس غريوريس الارماني نمشام شبت شمين تفسو تيخ النكيا نمشي تيفن قسطنطين وبليس نمبس نفسي امتفسوس نمبنيوتن زكيوس بنشتيا وانطونيوس نمبس ميا وبابلي نمبشام تسواب ابا مكاري نمنشري تير ونستبرفوروس نمبنيوتا ويوهنس بيغامينوس نمبنيوتا ومشوف اسم بيرومين تليوس بيمن ريتن تبن سوتيرن اغاسوس نمبن يوتا وابقلي برم طمون يا زكي البف موسيديس نم نشو سنيوتي سوى ابن ميوس ماكسيموس نم دوماديوس نم سيدي مارتيروس نخلو انتشيت نم بغورس واف اوف اموس نم يونس كامي ببرزفيتيرو نم بن يوتا ودانييل بومينوس نم بن يوتا وايسيزيروس ببرزفيتيروس نم بنيوتا وخم فتي كنونيا وبنم بتدرس تلميذ وبنم بشنود رئيس المتوحدين وانبويس تلميذ والقديس البابا لانبا كيرلس السادس والانبا ابرام اسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل بحير تلميذ والارشزياكون حبيب جرجس وكل ما صف قديسيك هؤلاء الذين امسوا على تموت الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا. القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا الذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان معهم نفس عبدك المرحوم بشرى ثابت جرجس استير يوسف أنجيل معوض والمرحوم يسري ماهر سمير حمنا حلمي يوسف ميشيل زكي مجدي متري بدير نبيه كامل متري إبراهيم ميلاد تودروس وايد جبران عيسى رزق مدلين عزمي هند فايز مارينا رأفت نادية صبري نادية عزمي مختارة نسيم منيرة الوقان نجفة رياض نرجس وهبة فوزي غالي منيرة إبراهيم وألقى سلوانس وكل من وضع اسمهم على مذبحك المقدس تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب قالهم في موضع خضرة على ماء الراحة فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي يا رب ارحم المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم امين
الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع ونحن أغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظهر الدهور آمين واهدنا إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله ضابط كل آباء ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسم القدوس هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسرار الإلهية الغير المائتة آمين الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذين لمسيح الضابط كل الرب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب ارحم بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا أيها الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد الجنس إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان جان الشياطين إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم يا ليسون خير يا ليسون يا رب ارحم الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر خطاياهم ورفع غضبوا عنه كير يا ليسون كير يا ليسون يا رب ارحم الصوم والصلاة
هما اللذان يعمل بهم الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة اللذان يعمل بهم الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. الصوم والصلاة هما اللذان يعمل بهم الشهداء حتى سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان يعمل بهم الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل أعظم محبتهم في ملك المسيح. كيريا ليسون كير يا ليسون يا رب ارحم. صوم ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر وتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهرين ووجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بذلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. فين بخريستوس يسوس بنشوش كيف راسي مونتو كيريو إكلينوتي نوبيون سوكيري روس خومين سيو متافو آمين. إيرين يباسي إيتو بنماتي يسو أذكر يا رب ضعفي على يد نغفر خطاياك كثيرة وحيثما كسر الإسفل فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة ونجسات قلب. لا تمنع يا رب شعبك نعمة روح القدوس حللنا وحال كل شعبك من كل خطية من كل العالم كل جهد كل من كل جهد أنا معلن يا رب أخلق وفهمها اكتب أسمعنا ما صفو قدسي في ملك السلام يا رب. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا رب تركنا الباب المعظم الأنبا تودرس الثاني. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. القدسات للقديسين. مبارك رب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو القدس امين. ايرن يباسي كتب نبمات يسوع جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الان امين. امين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين. امين جسد ودم
بالحقيقة أمين. حقا نؤمن. أمين أمين أمين. أؤمن 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 واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدة ملكتنا كلنا وآلت إله قديسة الطاهرة مريم وجعله واحد مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلم عنا لخشة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا بالحقيقة يؤمن أنه لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 هذا بالحقيقة أمين آمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين أطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أشكرونا في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم رتلوا بناشيدنا الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب رحم زكسان